بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سلمى اسم طاقته رقم 5، طبعه هوائي في مظهره ناري في جوهره، جنسه متساوي الطاقة أي طاقة الأنوثة متساوية مع طاقة الذكورة. البرج من خلال الاسم هو برج الجوزاء، وهو برج هوائي يتناسب مع برج القوس ولا يناسبه برج العذراء وبرج الثور. الكوكب المسيطر كوكب عطارد. كوكب التواصل، أنت إنسانة حساسة، اجتماعية، متفائلة، محبة للمغامرات، تحبين الفرح والمرح، لديك براعة في التخطيط، متعددة المواهب، تحبين التنوع في الأعمال لكسر الروتين، محبة للسفر والرحلات، تتقنين فن الكلام، ومتحملة للمسؤوليات الصعبة. حروف اسمك تدل على أنك إنسانة متقلبة المزاج، سريعة الغضب، عنفوانية، لديك بعض الغموض، ذكية، خجولة، كتومة ومتواضعة، تعاني من مشاكل عاطفية. اللون المفضل لك هو الأخضر، ويوم السعد هو يوم السبت. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة الإسراء. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا سلام، يا متكبر، يا وهاب، يا خافض، يا مذل، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا متين، يا محيي، يا واجد، يا مالك الملك، يا بديع، يا باقي، يا وارث. برج ميلادك هو برج الدلو، وهو كذلك برج هوائي يناسبه برج الأسد. أفضل شريك للزواج هو برج السرطان وبرج العقرب وبرج الدلو. طاقة تاريخ الميلاد رقم 3. الحجر المناسب هو الفيروز. البرج الباطني من خلال الاسم هو برج الميزان، وهو كذلك برج هوائي يناسبه برج الحمل. حياتك العاطفية متأزمة، وبها الكثير من العراقيل. لديك نحوسات وعراقيل بالزواج. أنت متحملة للمسؤولية، وتقدمين تضحيات ومساعدات كبيرة. لديك حاسة سادسة وإحساس قوي. أنت مترددة كثيرا بالقرارات، ومستغلة من طرف الأشخاص المحيطين بك. لديك روحانية عالية في اسمك، تصابين بنكسات صحية وعاطفية تؤلمك كثيرا. لديك عوارض تمنعك من تحقيق مطالبك. تحملين الأبراج الثلاثة الهوائية في اسمك: برج الدلو، وبرج الميزان، وبرج الجوزاء. حياتك غير مستقرة، دائمة التقلبات، لا تثبتين على حال. برجك الباطني من خلال اسم الأم يدل على أنك إنسانة طيبة القلب، لا تعرفين الحقد. كلامك مقنع، متسامحة، مزاجية،
لا تعترفين بالخطأ، ولك خير كبير في أهلك. أنت فتاة مسرفة، حذاري من هذا الأمر، فليس الغني من يكسب كثيرا، إن الغني من يدخر. لإزالة النحس والعوارض والعكوسات، عليك بدهن جسدك كله، بداية من الشعر إلى مخمص القدمين، 3 ليال متتالية بزيت المسك مقروء عليه صورة طه. وأن تستعملي نبات الحرمل كبخور 2 مرات في الأسبوع قبل المغرب. عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى الخاصة باسمك، تعطيك طاقة إيجابية كبيرة. بعد قراءة سورة الإسراء الخاصة باسمك، اقرأي سورة الجن تمنع عنك التابعة والنحس والعوارض. عليك بالمداومة على قراءة سورة الفاتحة بنية الزواج وتيسير الأمور، وكلما قرأتها بعدد كبير كلما سهلت على نفسك الأمور وأسرعت في الحلول. إن لقراءة سورة البقرة أجرا عظيما، عدا عن الفوائد التي تعود لقارئها. اقرأيها على الأقل كل 3 أيام مرة، وداومي على أذكار الصباح والمساء تحميك من كل الأذى. بري والديك واطلبي منهما الدعاء، واسعي لإرضائهما، فما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. بالنسبة لاسم الشخص الذي ذكرته، اسمه مناسب من حيث الاسم لك، لكنه يحمل في حروفه الفراق، قد يفارقك إما بالسفر أو الطلاق أو الموت بعد عمر طويل إن شاء الله. لا تغفلي أبدا عن كثرة الاستغفار، فهو مفتاح كل الأرزاق. واكثري من الصلاة على محمد وآل محمد، تفتح لك أبواب الخيرات. وخير قول أختم به كلامي، اللهم صلي على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.